اليوم غادي نديرو فقرة الأسئلة ونشوف شكون أكثر وحدة كتعرفني مزيان. أنا تاريخ عيد ميلادي شهر واحد نهار واحد واحد نهار واحد عارفين هذا عارفين ولكن واش كاين في لاكارت ناسيونال لا لاكارت ناسيونال شهر واحد نهار واحد. السؤال الثاني أكثر حاجة كنديرها في حياتي أكثر حاجة كتصوري لايف تيك توك كتصوري فيديوهات كتهضري أبي واش خاصني نضرب تسنى أكثر أبي كيفاش كنضرب أبي لا كتصوري يا كنصور كيفاش كنضرب أبي مع فيديوهات تيك توك صافي الأول شحال من مرة أنا حبيت وحدة. مرة وانا نحب مرة ثانية اوكي اللون اللي عزيز عليا خضر رجاوية عارفيني عارفيني رجاوية رجاوية حاسقة وداديات مرفوعة وداديات زوينات حاجة اللي كتعجبني في الدري يكون يكون كيضربك لا يكون قبيح وكيضربك عارف يكون قبيح ولكن كيسولفك بزاف ويكون فارض الوجود ديالو نو 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 كيسولفك كيسولفك بزاف لا لا كيسولفك بزاف خصني راه قلت انا صاحبتي شوف شويه داك الشيء اللون اللي ما كنلبسش موف احمر موف 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 نقولك اول حاجه كتشوف التليفون كتشوف التيك توك شنو غتبغي شي حاجه اخرى اش كتبغي كذبي بصح ضربي بصح ترى كنت عارفه مسكينه ما قلتيهاش باغا انا ندير فارس الاحلام ديالي كيفاش بغيتي يكون عيني خضرين وشعر كيرلي وكيدير لايف وكيدير لايف قدام الليمون وزاي ليمون غير شي السيمانه الجايه طلعين عليا الاكله ديالي المفضله بسطيله ديال الدجاج انتي ما علاش ما قلتيهاش انت كاع ما حنا دازتو في عراسي انت كتاكلي كلشي قلتيهاش البسطيله ديال الدجاج كتعجبني اوكي كنلبس في رجلي 38 شحال لبس لي صبر ديال 65 عارفين اوكي بارطاجات حياتها شخصيه في تيك توك بصح اوكي انا اكثر حاجه ندمت عليها والله ما كنشدري احسن حاجه وقعت لي وقعت لي في 2023 صافي عرفت علينا نكذبوا على الناس ها وي عرفت عليكم واو كنزيد بارك حماضينا